كيف يخرج الجن من المرايا عندما ننظر إليها ويدخل أجسادنا ويتلبسنا؟ فالجن كما تعلم عالم غيبي أمرنا الله بالإيمان به، ولم نره كالملائكة، فالملائكة عالم غيب، لا ترى الملائكة ولا يمكن لأحد أن يراها إلا بأمر الله. كذلك أيضا نحن لا نرى الجن ولا يمكن أن نراهم إلا بأمر الله، لأن الله قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني الجن يرونا ونحن لا نراهم. ولقد ستر الله الجن عنا رحمة بنا، لأن الجن بشع المنظر إلى حد بعيد، وهو يتكاثر ويتناسل كما يتكاثر الإنسان ويتناسل كما ذكر أهل العلم، وله ذرية ولهم حياة خاصة، ولهم طعامهم ولهم شرابهم ودوابهم وأعمالهم. ينظر عدد كبير من الناس إلى المرآة بشكل يومي لساعات طويلة، سواء كان ذكرا أو أنثى، إما لتسريح الشعر أو وضع المكياج أو لرؤية ملابسهم. وعلى جانب آخر هناك من وصل الأمر إليهم للوسواس، متجاهلين ما يمكن أن يحدث بسبب هذا التصرف حسب ما يرى البعض. وقال العلماء الأزهريون إن المرآة لها سحر، عندما ينظر الشخص إلى المرآة ينظر له في الجانب الآخر الجن بشهوة، وينظر إلى قرينه على حد وصفه. الجن يمسك ويلبس من يكثر النظر إلى المرايا. وأغلب ضحايا ما وصفه بالجن العاشق هم الفتيات، كونهم يقفون كثيرا أمام المرآة لوضع المكياج وقياس الملابس، وأحيانا يحسد الشخص نفسه عند النظر في المرآة. والجن يدخلون خلال المرايا للإنسان من هذا الباب، باب الحسد، عندما يعجب الشخص بنفسه ويتباهى بها. كما أن الرسول نهى عن الوقوف أمام المرآة وخاصة في الليل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء عندما يقف أمامها: الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. ونهى الرسول عن النظر إلى المرآة في الليل حتى لا يصاب الشخص بحب الجن له ويفتن به، كما نهى أيضا بالنظر طويلا بها والتركيز الشديد عليها، سواء ليلا أو نهارا، وفقا لقول حسني. ولكي نحفظ أنفسنا من التلبس بالجن أو الجن العاشق، يجب علينا أن نذكر الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: الحمد لله الذي سوى خلقي وكرم صورة وجهي وجعلني من المسلمين، اللهم كما حسنت لي خلقي بفتح الخاء فحسن لي خلقي بضم الخاء يا رب العالمين. ويجب التعامل بحذر شديد عند النظر في المرآة موضحا، لأن هذه مصيبة كبيرة ونحن نتهاون بها ولا نعطيها أهمية، وهي أن معظم النساء ينظروا لأنفسهم في المرآة كثيرا جدا وأحيانا كثيرة بدون داع، ويمكن أن يخلع الملابس أمام المرايا وتقوم بمشاهدة جسمها وهي عارية أو شبه عارية، وتتحسس أجزاء جسدها بإعجاب. وهذه الأفعال المذكورة سابقا قد تتسبب في إصابتها بالجن العاشق، وهذا يمكن أن يحول بينها وبين الزواج، ويمكن أيضا أن يوقف حالها ولا تتزوج أو ترتبط أو تصاب بأمراض نفسية وعصبية تصل بها لحد الجنون. وأغلب حالات المس واللبس يكون سببها كثرة النظر في المرآة. وكل حالات عشق الجن للإنس سببه النظر في المرآة، لذلك يحذر من كثرة النظر إليها، لأنها تجلب المس الشيطاني أو الوقوف عاريا أمام المرآة والتطلع إلى تفاصيل الجسد أو المشاهدة باستطالة إلى العورات والتدقيق فيها.
ونقطة خطيرة جدا بالنسبة للشباب أشد الحذر من ممارسة الجنس أو العادة السرية أمام المرايا والابتعاد عن هذه الأفعال عامة. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فذعدته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. وروى النسائي على شرط البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس. ورواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد وفيه: فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين الإبهام والتي تليها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وروى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، حال الشيطان بيني وبين صلاتي وبين قراءتي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذاك فأذهبه الله عز وجل عني. كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان معه قرين من الملائكة وقرين من الشياطين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله أعانه عليه فأسلم، فلا يأمره إلا بخير. وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على جواز دخول الجني بالإنسي وصرعه إياه. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية المذكورة ما نصه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. المسلم يستطيع أن يدافعهم بالتحصن بالتحصينات الربانية، وسيفلح في حصول مطلوبه ويحفظه الله من شرهم. فيجب المحافظة على أذكار الصباح والمساء، خاصة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء. وكذلك أيضا قول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 3 مرات صباحا و3 مرات مساء. وأيضا التهليلات 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
100 مرة صباحا و100 مرة مساء. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.